الحكايه ديال اليوم هي رساله، وكيف العاده عبره لدوك البنيتات اللي زربانات باش انهم باغيين يتزوجوا وملهفين باش انهم يدوزوا من التجربه، وهما يا اما هربانين من الواقع تاع دارهم في امل انهم يلقاو احسن منه، او لا في امل انهم يعيشوا دوك الاساطير ديال الافلام اللي ماشي صحيحه. انا ما تنقولش بانه الزواج هو نقمه، لا ابدا، لكن غادي تحول النقمه في حالات انه اذا كانت القصه ديالك كتشبه الحاله نتاع صاحبه حكايتنا الليله. ما تمشوفين وضروري تسمعوا هذه الحكايه باش تستافدوا منها. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. اذا كنتي اول مره كتشوف القناه تنقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار فالدار دارك. اولا بغيت نشكركم بزاف على تعليقات ديالكم التي اثلجت قلب صاحبه حكايتنا نتاع الجزئين الاخيرين، ويا على كميه الفرحه اللي عطيتو ليها. تخيل انك تكون مأزم وما عارفش فين انت ولا شنو كتسوى، بين ليله وضحاها كتجيك واحد الكميه من القلوب الطيبه وكتشعل فيك فتيله الامل والسعاده وحتى المحبه، وكونوا اكيدين بانه اكبر صدقه درتوها لقلبها. اما الناس اللي طلبوا مني باش انهم يتعاونوا معها ماديا كنقول لكم جزاكم الله على هذا الخير، فما عليكم الا انكم تواصلوا معايا في انستغرامي وتقولوا لي رقم الحكايه ديال سلمى ونصيفط لكم انكم تواصلوا معها، وشكرا راه قليله في حقكم. كتفعلوا معايا، كتجاوبوا معايا، كتشبعوني كلام جميل الله يكبر بكم، كتشوفوا فيا شي حوايج اللي هما كبار، فشكرا من اعماق قلبي. فقبل ما ندخل في حلقه الليله عافاكم، ربما انه منكم اللي عندها شي قصه ايجابيه او شي قصه فيها شي انتصار ولا نجاح من بعد معاناه او ايا كان الموضوع، المهم فيها شي ايجابيه بغيتها تتواصل معايا باش نعطيو فرصه للنجاحات انهم يتسمعوا ويعطيونا امل ويكونوا قدوه لينا. فما تخليوش نتعطل عليكم اكثر ونقول لكم دابا لنبدا. وصاحبة حكايتنا الليلة غادي نسميوها أميمة كيف بغات واحد المتتبعة. كتقول أميمة حكايتي بدات وانا عندي 15 سنة، كنت من واحد العائلة اللي هي صغيرة، كتكون من أم وأب وثلاثة نتاع الخوت وأنا هي الرابعة. الأب ديالي كان حرمني بزاف من الحنان ديالو، مثلا أنه يطبطب عليا إذا ضرتك شي حاجة، إلا كنتي مريضة أنه يهزك أيا كان. فعلا كنت محرومة من الحنان ديالو، داكشي اللي دفعني أنني نتصرف، أنني ناخذ واحد القرار لي ندمت عليه اليوم. واحد النهار وانا كندور في فيسبوك غادي يطلع ليا الكونت نتاع واحد ولد خالي اللي كانت عنده انذاك 27 سنه، وقلت اجي نصيفط ليه، اللي حتى هو ما كانش من العاكزين، وجاوبني على اساس انه بغى يكون معايا واحد العلاقه اللي هي زعما سطحيه. فبحكم انه كان عندي فراغ ديال الاب ديالي دغيا عمرته، وبديت كنهضر معاه وكنشكي عليه وكنقول ليه بلي انني عييت وبغيت ندير شي حاجه، تنشكي عليه على اساس انه ما كاينش اللي طبطب عليا، ولقيت راسي اضطريت انني نكذب في شي حوايج باش هو يحن عليا. والدي خدامين، ما كاينش اللي يرد لك البال، اللي يجلس معاك يجمع معاك ينهيك ينصحك، وداك الحب والحنان كان عندنا منعدم بشكل قوي في وسط دارنا، وخلاني انني نتعلق بواحد الشخص بدون ما نشوف واش هو قاري ولا واعي ولا ميسور او لا ايا كان. انا انسانه عزيز عليها الحياه، عزيز عليا انا نخرج نلبس نضحك، وكان عندي هدف اني يا اما نكون شي حاجه في الشرطه او لا في المجال العسكري او لا نكون محاميه. هادو هما ثلاثه ديال الاحلام علاش بنيت حياتي، وكنت تنقر على ودهم. ما تنقولش بلي انا كنت قرايه مزيان، لكن كنت متوسطه عادي، لكن بزاف ديال الحوايج اللي غادي يخلوني انني ما نركزش في قرايتي. كنت بعد الناس بزاف، كنت طايشه بهذا المعنى وما كنديرش في قرايتي واخا كانوا عندي اهداف. فمن بعد هادشي كامل غادي تكون ما بيني وما بين هاد السيد اللي كيجيني علاقه، ولا تيقول لي راني كنبغيك وبغينا نتزوجوا. بدا كيدخل لي هاد الفكره في الراس، ومع انا ما كانش عندي مع القرايه صافي دغيا اندمجت معاه، واخا كنت عارفه بلي انه انسان صعيب انك تفهمي معاه وكان قبيح، ومع ذلك بقيت لاصقه فيه وتنجاوبو. كان تيجي عندنا في العطله للدار بحكم انه من عائلتنا، وكنا كنخرجوا نهار الحد، كان تيساريني كيشري لي الحوايج وانا كنعاجبني هذا الامر. علاش؟ حيتاش ما لقيتوش في الاب ديالي. بقات العلاقه ديالنا مستمره لمده عام و8 شهور، وانا تندوي معاه ونشكي عليه ونقول ليه شي حوايج اللي اصلا كاع ما كاينين، علاش؟ غير باش يعطيني الحنان ويتعاطف معايا ويديها فيا. من بعد غادي يوقع واحد سوء تفاهم ما بيناتنا، فبدا كيفرض عليا النقاب. سقت ليه الخبر ماما وهي ترفض، هذا هو اللي ما غاديش يكون راجلك وما غاديش تشركي معاه سقف واحد. فهاد الفتره انا غادي مباشره نتعرف على واحد الشخص واحد اخر في الفيسبوك اللي كان كبر مني ب 11 سنه، ولكن بما انه ما كانش عندي تليفون فكنت مدخله غير النمره ديال ماما. غادي يوقع لي واحد المشكل في فيسبوك وغادي يتسد ليا، هو غادي يهز النمره ديال ماما وعيط عليها على اساس بلي انا هي هذيك. كان كيقول لها واش انت هي فلانه، واحد اللقب انا اللي كنت دايره في فيسبوك. بحكم انه ماما ما قارياش وما عارفاش،
قالت لي لا انا داك كنا في واحد العرس ديال العائله في واحد المدينه وهو كان تعيط ليها صدعها. قالت لي اجاو ما يعرفك قولي لي شكون هاد الخينه اللي مصدعني نتاع من هاد النمره باينه كتعيط لك انت. قلت لها لا ما عرفتش ماما. وفعلا ما كنتش عارفه لانه كنت دويت معها غير مره واحده في الفيسبوك وهذيك المره الوحده هي فين خدا نمرتي وبدا كيعيط على ماما. هاد الخينه كانت تيبان لي كبير في وجهه. قلت ماما فين غادي نعرف انا هاد الشارف؟ قالت لي لا ماشي شارف هذا باقي صغير حيت شفت الصوره ديالو في الواتساب. قلت لها لا ما نعرفش. وفعلا ما كنتش كنعرفو ما كتبتش عليها حيت كان بيناتنا ميساج واحد ومن بعد مشى ليا الكونت. فمن بعد ما عاود صوني على ماما قالت لي عافاك اولدي ما تبقاش تصوني عليا فهاد النمره انا راه ماشي هي هذيك السيده وهي تقطع عليه. ورغم ذلك بقى كيصيفط وكيعاود حتى لواحد النهار دخلت المدرسه وقالت لي ماما شوفي وما يعرفك ديك النمره اللي كنت قلت لك وجاوبيها راه من الصباح واد خينه مبرصتني ما خلاتني نخدم وراه نتصنت لعظامي هاكي جاوبيه وقولي ليه قلت لك ما تبقاش تعيط. فاش جاوبت قال لي عافاك بغيت نتعرف عليك. قلتها لماما قالت لي ايوا شوفي شنو بغى جاوبيه. لكن كان هادشي بالحضور تاعها ما كانش من مورا ظهرها. شنو سميتك منين نتا فين كاين؟ طلب مني انني يشوفني وغادي يدير واحد لابيل فيديو حتى شافني. فبقات العلاقه ديالنا صباح الخير تصبحي على خير فين كاينه حتى غادي تطور العلاقه. كاع الاجوبه ديالي اللي كنت نعطيه كانوا من عند ماما ما كانش عارف انا ذاك باللي هادشي كان فراسها. حاول انه يجربني ما مره ما زوج في بزاف ديال الامور لكن ماما كانت تقول لي ها شنو تقولي وها شنو تقولي ويمكن واش عجبته العقليه اللي كانت ديال ماما. هو يقول لي ضروري انني نشوفك ونجي لعندك حيت راه عندي خدمه تما. قلت ليه واخا. ماما كانت مرحبه بالفكره. جا السيد مشيت مع خويا الصغير انا كانت عندي 16 سنه وغادي نتلاقى مع واحد الشخص اللي هو كبر مني ب 11 سنه. وليت كلي متوتره مرتبكه واخا كنت طايشه لكن ماشي لدرجه انني كنت كنتعرف على الدراري اولا كنخرج معاهم. مهم تغدينا وصلت 12 قلت ليه رجعني لدارنا غادي يرجعني لواحد البلاصه اللي قريبه من الدار. دخلت عاودت لماما شنو وقع. من ديك الوقت وبقيت مليحه عليه امتى غادي تجي وتجيب داركم. انا صافي تقبلت نوعا ما ديك الفكره كنت باغا غير امتى نتزوج ونطلع فوق من العماريه امتى نبرز. بقيت عليه امتى غادي تجي امتى غادي تجي. دازت عام وشهر جا وجاب دارهم اللي كانوا بعاد علينا بزاف بكيلومترات. جابوا ليدي وجاو خطبوني وانا كانت عندي في عمري 16 سنه قريب ندخل 17 خطبوني وانا صغيره ونشوف حالهم. داز عام واحد اخر بغينا نتزوجوا فجمعنا الاوراق ديالنا وكل شيء مشينا غادي ندفعوا للمحكمه على اساس اني قاصر وما عنديش لاكارت. هبطنا طلعنا بابا دعى راسه واخا كان رافض الفكره تماما نتاع الزواج بالحق ماما كانت مشجعه الفكره وكتقول لي لا غير سيري. حتى دماغي صافي تقبل بلي انني غادي نتزوج ثلاثه ديال المرات وحنا كندفعوا الاوراق باش انهم نتعاقدوا لكن في حتى وحده ما قبلوا ليا. وهنا قلنا حبس صافي ما بغيناش ندفعوا مره اخرى حيتاش صافي بدينا كنترفضوا. كنت صغيره بزاف وضعيفه وهو كان تيبان كبير عليا وتنشوف فيه النظره نتاع غيعتقني من هذا الشيء وغادي نعيش معاه السعاده ونخرج معاه وندور معاه ويكون في بلاصه با اللي كاين ولكن ما كاينش. كنت كنشوفه فارس احلامي. اللي دخلت عنده باش نصايب الاوراق كان تيقول لي شكون غادي يتزوج؟ كانت تقول ماما بنتي. لا راه باقا صغيره اش بغيتي شي زواجه بنتي دابا وانت باقا محتاجه لماماك؟ لهاد الدرجه كنت تنبان بلي انني باقا صغيره وباغا نتزوج وامتى غير نمشي عنده. داز داكشي قرر والديه والديا باش اننا نتجمعوا بالفاتحه قريناها وبقينا بها شحال ديال المده. العرس دوزناه غير بها وكل شيء بخير وعلى خير وانا فرحانه وهو فرحان. طلعت فوق العماريه اللي كانت الحلم ديالي ودوزت احسن عرس بالنسبه ليا في ديك الوقت ديالي. ماما تكلفات وتسلفات واخا هو ما ساهم بحتى شي ريال لا هو لا بابا. ماما اللي وقفت داك العرس بالعماريه بالدهاز بالماكله حتى بالسفر ديالنا بكل شيء. واحد جاب الحاولي والديسير وبابا كان عطاني قبل العرس 600 درهم اللي ما كنتش عارفه شنو ندير بها لان ما كافياني في حتى شي حاجه وانا خاصني كل شيء. المهم دوزنا حتى هي بجغيمه ديال الماء. ماما مسكينه تسلفات من عند الناس حتى دارت لي كل شيء كيف ما هو. سالا كل شيء رحت لداري وتما فين غادي تبدا تعرى الحقائق. اول حاجه ما كنتش قادره نخلي راجلي انه يتقرب مني ولا حتى يجلس حدايا تما فين تصرفقت وعرفت شنو درت. مده نتاع 6 شهور وانا تناخد واحد الدواء اللي عطاتو لي الطبيبه باش نترخى ونتقبل هذا الوضع الجديد. ومع ذلك والو 6 شهور وانا باقا كيف جيت من دارنا. غادي ندير محاوله انتحار بداك الدواء اللي عطاتني الطبيبه لدرجه انني شربت القرعه كلها وانا غير حبه كان خاصني نقسمها على ثلاثه ونفرقها على 3 ايام. دخلت واحد الحاله هي السيريه ما تناكل ما تنشرب وغير كنعس. هاد المده كلها هو كان صابر معايا حتى لواحد الليله شدني بالسيس مني. دازت هاد المشكله الاولى من بعدها دخلنا في مرحله واحده اخرى
انا وخاصني ضروري ندير السيف، ضروري نتحجب كيف ما هو بغى. انا عارفه بلي انه مفروض عليا، لكن مازال ما كنتش مقتنعه به نهائيا لدرجه درتو بزز مني وانا ما باغاش. من بعدها كان تيمشي للخدمه وكان كيسد عليا، اكتشفت بلي انه بخيل وما كيشري ليا والو، كيخليني في الدار بلا ريال بلا زوج، واخا يوقع اللي بغى يوقع. الحانوت ممنوع، الشراج ممنوعين، الخروج ممنوع، اي حاجه بغيتي ديريها كانت ممنوعه، خصها تكون بالاذن ديالو اولا بالوجود ديالو. انا في ديك اللحظه عاد بديت كنقول كون غير قريص، كون غير جلست حدا ماما نشبع خا خريج، غتلان في الشراجم غا صحابات، واخا ما كاينش الدفء العائلي على الاقل الحريه ديالي ما كانتش مقموعه. صدقت العائله حيت كنت بعيده عليهم، وهو خدام كيدخل وكيخرج غير بالعطل، بقى داكشي مستمر بديك الطريقه. فبديت كنتقبل لانه ومع كنت غير صغيره كنت نعرف غير نغوت، خليني نمشي في حالي، ما تليت بغيت والو، حيت عاد وعيت بالقرار اللي خديت وشنو درت في راسي. دازت هذيك وتكلمت نوعا ما ورحنا من ديك الدار وبدينا في المشاكل في اتفه الحوايج. هو كان الاصل ديالهم من واحد البلاصه اللي عندهم المراه مقموعه، خصها تقول غير واخا وتحني الراس وتشقى. حكمت على راسي من الحريه للسجن، حيتاش مع الشباب ديالي ما لبس، ما دخلت الجامعه، ما خرجت مع بنات، افتقدت شي حوايج اللي كان خاصني نجربهم. بين ليله وضحاها لقيت راسي مع انسان شحيح وما كيتصنتش للراي ديالك وكيبغي يدير لاباس غير على ظهرك، بمعنى انه ما تاكلش بزاف، ما تلبسيش بزاف، ما نسافروا، ما نديروا حتى شي حاجه. انا حياتي واقفه بما تحمله الكلمه من معنى، باغي هو الصالير ديالو يبقى لي كيف ما هو كان عازب. فالعلاقه ديالنا ولات متوتره اكثر واكثر. مره كنجمع حوايجي كنبغي نمشي ما كيخلينيش، تيقول لي نعلي الشيطان، ماما كتقول لي صبري في دارك، وتعاود يرجع داكشي اللي كاين، وانا بقيت صابره حتى غادي يتزاد لي حياتي واحد الحاجه زوينه اللي هي ولدي اللي عنده اليوم عام. واخا وحمي وحمالتي حتى هما ما عقلتش عليهم، ورغم انني ساكنه بوحدي ما دوزتهمش كيف العيالات، لانه غادي يجيب لي الام ديالو اللي هي انسانه صعيبه بزاف وخصها تدقق في الصغيره والكبيره اللي في الدار، وهو ما كيعرفش يعدل ما بيناتنا كيف تيقولوا ولد امه، وخا تكون غلطه كيجي في الصف ديالها. ما عنديش الخصوصيه في داري، فاش هي كتكون موجوده بيناتنا كندخل لبيتي كتنعس الناموسيه ديالي، كتدخل لي في ثلاجتي في حوايجي، في شنو قال لي شنو قلت ليه. اه فعلا هي ما ساكناش معنا، لكن كتجي عندنا زيارات، وكل زياره كنجي فيها 4 شهور وخمس شهور عاد كتمشي في حالها. مو كانوا حلال عليها فلوسو، كيحط دم جوفو عليها، وانا الا طلبت غير ساندويتش ولا غير خريجه كان تيدير لي تقارير وكيبقى عليا يسهل الله، وراه دابا ما عنديش. اكتشفت بلي انه انسان مدمن على الكذوب في ابسط واتفه الامور، كنلقاه تيكذب وبخيل. دوزت مع هاد السيد 6 سنين من الزواج، وانا اليوم عندي 21 سنه، واللي شافني كيقول عندي 40 سنه. مو مهليا في راسي حيت ما عنديش الحق، ممنوع الكوافوره، الحمام الوحيد اللي كيجود عليا به ب 15 درهم مره في الشهر هو اللي متاح ليا فقط. ما سافرنا، ما عشنا، لا كلمه زوينه اللي كتقال بين الراجل والمراه، داكشي اللي حلمت به انا ما لقيتوش نهائيا، والشخصيه اللي تمنيت بعيده كل البعد عليه. كنعيش معاه في الفقر، وخا الخير موجود كنعيش معاه الملل، ما كاينش جديد، كنهضر مع الناس اللي هو بغاني نهضر معاهم، وكنلبس اللي هو باغيني نلبس، وكل تحركات نتاعي بالاوامر ديالو، واذا خصتني شي حاجه بالنار في الكوزينه خصني نتسنى حتى يجيب العشيه يجيبها ليا. ممنوع الخريج، معاه شخصيتي منعدمه ببساطه لانني خديت قرار غلط في حياتي، وانا اليوم كنخلص عليه ثمن غالي. ندمت اشد ندم على قرايتي اللي ما قريتش، ندمت حيتاش تبعت احاسيس نتاع مراهقه، ندمت على شبابي اللي دبل ما بين 4 ديال الحيوط. انا اليوم بغيت نعاود حياتي، وقررت باش انني ندفع للتاسعه حره باش نشدها، من بعدها غادي ندفع الباك باش على الاقل اذا وقع شي طلاق، حيت ربما غادي يوقع، واذا قلت عييت نقدر نلقى على شنو نوقف وشنو ندير. نصيحتي والعبره من قصتي كنظن بلي انها واضحه وضوح الشمس، اي وحده كتسمعني قبل ما تفكري في الزواج عمري راسك بالقرايه والخدمه، هي اللي غادي دير لك قيمه. ما تحرميش راسك من انك تعيشي العمر ديالك بعمره، ونهار كتب لك تزوجي اختاري واحد الشريك ديال الحياه اللي غادي يشد في يديك وتزيدوا بزوج القدام، ولا هو يدفعك القدام ماشي العكس. هذه هي كانت حكايتي. صراحه ما بقى لي ما نقول في حكايه اميمه، لانه اذا لاحظتوا اغلبيه الناس اللي كيدوزوا معنا في هذا البرنامج واللي كيفشلوا في الزواج ديالهم، ماشي لانه الزواج خايب، لا، الزواج نعمه وشي حاجه جميله وبشهادتي، لكن الاغلبيه اللي تيفشلوا في الزواج ترجع الامر للطفوله ديالهم، كيفاش كبروا، شنو خداو وشنو شربوا، شنو شافوا من والديهم. الزواج شي حاجه زوينه، حيت بعد خاصه تلقى التعاليق ديال بنيدات تيقول لك كرهت انا الزواج من خلال هذه الحكايات. لا، الزواج شي حاجه عظيمه وميثاق عظيم، مشروع اللي كينجحوا زوج ديال الناس، ومستحيل في شي علاقه زوجيه ما كيكونش خصومات تناقشات، هذا الشيء امر عادي لانه واحد الانسان جاي من
بيئة وواحد إنسان جاي من بيئة هذا بعقله وهذا بعقله وهذا بثقافته وهذا ثقافته وهذا فكره كيتلاقاو تيوقعوا بعض الصدامات لكن كنتعايشوا معاهم وكنتفاهموا معاهم وكنعرفوا أننا نحترموا الآخر ونكملوا مع بعضياتنا راه في الاختلاف رحمة وما تيكونش ملل. لكن لما كنشوفوا أنه هذا الزوج كيبغي أنه يلغينا أو لأنه يشوفنا قل منه أو لا يهبط بينا فعرفوا بلي انا هاد الزواج ما غاديش يمشي بخير ولا خير. داكشي باش نقول لكم بلي انا راه الزواج حاجه زوينه ولكن ماشي بهذه الطريقه. قبل ما ندخلوا في هذا المشروع خصنا نتصالحوا مع الماضي ديالنا، خصنا نعرفوا شنو بغينا، خصنا ندخلوا بدبلومات وشهادات وحتى لما دخلناش بالدبلومات وبشهادات نعرفوا الشخص الثاني اللي معانا كيفاش هو داير، كيفاش غادي يتقبلنا، كيفاش الافكار ديالو. انا داكشي تيوقع في الاول ما هو الا تمثيل، لكن فاش كيوقع الاحتكاك والاصطدام هنا في كتبان الحقائق وكتعرى الوجه. انا كنأكد لكم ان الزواج حاجه جميله ولكن مع الشخص الصحيح، وكاين الاشخاص اللي هما صحاح. غير انا فقط في الحكايات ديالي كنركز لكم بزاف على السلبيات والمشاكل ديال الناس باش كنتعلموا منهم. هذا هو المقصود، المقصود اننا نتعلموا من اخطاء الناس باش حتى حنا نحضروا راسنا ونعرفوا كيفاش نتعاملوا، هذا هو الهدف. بالنسبه لاميمه انا اول حاجه غادي نقول لك هو حطي راسك في قرايتك، باقا صغيره 21 سنه يلاه قلتي بسم الله في الحياه، يلاه بديتي، يلاه حطيتي الخطوات الاولى في الحياه وفي الطموح وفي النجاح ان شاء الله. فحاولي انك تشدي الدبلومات ديالك، حاولي انك تقراي، ركزي على راسك باش تطوري من نفسك. بغى هاد السيد مرحبا، ما بغاش فانتي اضرب الامور ديالك وعارفه شنو القرار اللي غادي تقدري تاخدي. هذه كانت حلقتنا الليله، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. كيف العاده ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب اللي ما تيكلفكم تشي مجهود. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.